قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاد. يا خوتي قبل كلش اهبطوا لتحت كامل يا الجزائريين وخليوا لايكات لهذا الفيديو، خلي لايك يا الجزائري لانه المراركة راهم يسينياليو فينا بشكل كبير بزاف، راكم تشوفوا القنوات تاعهم يخرطوا عليهم وهكذاك وراهم يدعموا فيهم بلجام، فانتوما يا الجزائريين رانا نجيبوا لكم غير الحقيقة، فاهبطوا لتحت وتغاو بلي لايك تاعكم، وما تنساوش حاجة دائما نقولها لكم في التعليقات، افتخروا بأنكم جزائريون، افتخر بأنك جزائري من الأخر. أن تكون جزائري والله ما راهي متاحة لأي شخص. المهم واحد المحلل سياسي مغربي يا خوتي حب يلعبها فايق هكذا وحب يتحايل على التوانسة، نعم الإعلام التونسي لأول مرة يعني دير خرجة تاع رجالة، عجبتني هذه الخرجة لأنه كان فيها دفاع عن الجزائر، ونسمعوا كيف كيف يا خوتي نشوفوا الفيديو كيف كيف ونعلقوا عليه كيف كيف. نبدأوا الفيديو. نظري أن النظام التونسي حاليا برئاسة قيس سعيد عليه أن يعيد أن يصحح العلاقة مع المملكة المغربية، على قيس سعيد أن يدرك على أنه من خلال القرار من خلال الخطوة التي أقدم عليها هو تنكر للتاريخ، هو تنكر كما قلت لعلاقة إخاء لعلاقة أخوة بين الشعبين الشقيقين التونسي والشعب المغربي. لا يعطيه، لا يمكن على تونس أن تعول على النظام الجزائري لمساعدتها اقتصاديا وسياسيا. راكم تسمعوا يا خوتي قال لهم لا يمكن أن يعول الاقتصاد التونسي ولا التوانسة على الجزائر باش يمدوا لها العون. شوفوا على اعتبار أن النظام الجزائري يعيش عزلة كبيرة جدا، النظام الجزائري أصبح يرتبط سياسيا بالدول بقوى مزعزعة للاستقرار، وبالتالي النظام الجزائري الذي لولا هذه الطفرة التي عرفها تسوق الطاقة العالمية لا 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 لكان الوضع مختلف على مستوى الداخل الجزائري. كيف للجزائر التي خلال كيف للنظام الجزائري الذي عاش خلال السنوات الأخيرة على إيقاع احتجاجات يومية للجزائريين. يا خوتي قبل ما نسمع توانسة وش يقولوا، روماركيو أنه ذكر اسم الجزائر أكثر من الحديث تاعه كامل، لكم فاهمين مرض بينا والله. الحاجة اللي تهمني في هذا هي الكلام اللي قالوا على الجزائر، مش ناخذوا من ناحية مضمونه، مش تكون قالوا هل تنجم الجزائر تعاون تونس ولا من ناحية المعطيات اي تنجم، وقاعدة مع القرض الكبير اللي خديته تونس قبل نهاية العام كانوا مش هو هنا قالوا لا مش حتى نخلصوا شهري، معناتها اللي هو يظهر لي 600 مليون دولار ومعناتها قرض ضخم يعني اخر العام ديسمبر. الغاز ما انت حاجه ما انت غير الغاز الجزائري والتاجيل في الدفع والستيرا، لكن ماهيش وضعيه صحيه بركونت. انا قلت اللي منعتنا التقيت تستوجب نخدموا على الطاقه المتجدده، وما يلزمناش نقعدوا نعولوا على الغاز الجزائري بالطريقه هذه، نخدموا عليه مواردنا الذاتيه الى ان نجموا نبنيوا حاجه مع بعضنا نحن والجزائر والمنطقه ككل، اللي خلاصنا له في المغرب وله في الجزائر وحده ولا تونس وحده. نعاود راهو مستقبل ماشي للكتل الديموغرافيه الضخمه، نحن قاعدين والله نضيعوا في الوقت، يعني رانا الناس تضحك علينا قديش انتم 40 و50 يلموا بعضكم واعملوا جمعيه بالحق باش نجموا تنافسوا في العالم هذا. شنو الكلام الفارغ واضح فايز انا تو كيما صححنا الوضع، باش نحكي محل ازاء محل ومحلل ازاء ضيف مغربي حل مبجلا على الاذاعه نتاع سال سؤالات نجاوب انا بسؤالات مماثله على تونس ان تصحح علاقتها مع المغرب، نجم نقولوا على المغرب ان تصحح علاقتها مع تونس. وفايزه تتذكر مليح الحادثه تعدت قدامك وعملنا حصص من الذي بادر بخطوه استدعاء السفير والاستنكار هو المغرب وليس تونس. من الذي أدخل العلاقة في موجة عدائية لمناسبة حضور شخص مستدعى في مؤتمر مستدعى من الاتحاد الأفريقي الافتكار هو المغرب. هذه اثنين. أيضا ما نجمش نعدي نقاش مع محلل سياسي مغربي دون أن أتحدث اللي قال هو تنكر للتاريخ وتنكر للصداقة. أعتقد أن أكبر طعنة
وفيها تنكر اعتقد هذا كلامي انا اكبر طعنة فيها تنكر للصداقة التاريخية بين تونس والمغرب والشعوب المغاربية هي انك تكون ارض لاستقبال الحلف الابراهيمي وتبرم اتفاقية مع اسرائيل رغم انف جيرانك في المنطقة اللي ما زالوا ما همش في الحلف معناها ما زالوا متمسكين بحق الفلسطينيين. هاي الهدرة اخويا هاي الهدرة هذه الهدرة برك يا اخي العزيز راهي بمثابة الضربة القاضية لهذاك المحلل الخانز اللي زعما حاب يتبرأ من كون بلاده هي اللي راهي تدير في المشاكل في المنطقة على اساس انه الجزائر هي اللي راهي تدير في المشاكل. ايه بركاونا يا المراركة في دولتهم المستقلة ومتمسكين بمواجهة اسرائيل ككيان غاصب اما هو اخطر ان استقبل عرضا زعيم البوليزاريو دون ان نعمل علاقات مع البوليزاريو يعني استقبلنا ارتكاد وانتهى الموضوع او ان استقبل اسرائيل وبالتالي ندخل للمغرب العربي جوجمة كبيرة وتقريبا ما يسمى بزوبعة جيوستراتيجية كاملة. فعلى الاخوة المغاربة ايضا ان يتفهموا انهم ذهبوا الى المنطقة السياسية لتشتغل عكس اشقائهم عكس مجتمعهم العربي عكس القضايا الاساسية تاع العرب. خلونا من هذا الشيء كامل يا خاوتي تصوروا انه بنو صهيون ولو يوزعوا قفف رمضان للمراركة والله يا خوتي كما راني نقول لكم قفف ولا قفف ولا ما يهمش رمضان يتم توزيعها للمراركة من طرف بنو صهيون هذه الأخرى وبالتالي يتحملون المسؤولية في ذلك. محلل سياسي متابع مغربي من جملة محللين معناها ما هوش له يعكس موقف يعكس جزء له موقف رسمي له تصريح بتاع مسؤول مغربي. لكن الشيء الثاني هو أنه هذا التصريح في جوهره في عمقه ما هوش مفاجأة ومنتظر ولا وكان مستبعد جدا أنه يجي محلل مغربي أو يعطي موقف مخالف للموقف المغربي الرسمي لأنه نعرف أنه في المغرب ما فماش مواقف خارجة على الموقف الرسمي. وش حبي يوصل لكم يا المراركة باللي انتم ما زلتوا عبيد وراكم باقيين عبيد مادامكم زلتوا تبوسوا اليدين مادامكم زلتوا توافقوا ما يقوله لكم ميمي ستة يعني في كلش فأعرفوا بأنكم مازلتوا عبيد. نهار تتخلوا عن العبودية تاعكم ونهار ترجعوا إلى الطريق المستقيم ثم قلكم هذا المحلل التونسي نديروا عليكم يا لو كان 1%. لكن مادام مازلتوا عبيد فما نديروش حنايا على العبيد. هذه هي هذا هو الكلام تاع التوانسة كامل. نعم فيا المراركة بركوا بلا ما تجبدوا اسم الجزائر في كل شيء. درك انت المشكل بينك وبين تونس احكي على القضيه تاعك والقضيه تاع تونس نقطه عاد الى السطر. علاش زعما راك تقول للتوانسه باللي الجزائر ما جاياش انه تعاونكم وتمدلكم مساعدات ولا ماهيش قادره تمدلكم مساعدات؟ برك انا بلا تمسخير هذا خطيكم من الجزائر لانه لو كانت تبعونا تهبلوا عقليا نفسيا افهموها كيما حبيتوا. فالتحية بلادي وتحية بلادي وتحية بلادي ونتلاقوا في فيديوهات قادمة يا خوتي كما قلت لكم ادعموا الفيديوهات على القناة باللايكات لأنه سينيال كبير جاني من عند المراركة. والسلام عليكم خوتي. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.